لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرحب بالحضور زملائي الأساتذة. إذا مداخلتي هي استكمال يعني في نفس موضوع من سبقني الدكتور عثمان بلال. حديثي سوف يتمحور حول تأسيس مكاتب الصرف. بداية أذكر ببعض الأفكار. قانون 23/09 جاء نتيجة التطورات التي شهدتها الدولة الجزائرية محليا ودوليا سواء على الصعيد الاقتصادي والمالي. لذا نجد أن المشرع حاول استحداث أو حاول مواكبة هذه التطورات وترجمة ذلك من خلال هذا القانون، بحيث نجد أنه جاء بأفكار جديدة مثل الصرافة الإسلامية، الرقمنة، كذلك تعزيز الحكامة، إلى جانب أيضا محاولته إصلاح نظام الصرف من خلال التأكيد على إنشاء مكاتب الصرف، ولو أنه هي فكرة كانت موجودة من قبل ولكن أكد عليها وحاول تنظيمها أكثر في قانون النقد والصرف وفي النظام الذي صدر عن بنك الجزائر. إذن نقطة ثانية أيضا أريد الوقوف عنها والتذكير بها، أن النشاط النقدي والمصرفي يتسم بخاصيتين. الخاصية الأولى أنه هذا النشاط يعتبر من الأنشطة المستبعدة من الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليه في قانون الاستثمار، خاصة المواد 26/27 التي تقر حوافز وامتيازات. فإنشاء بنوك ولا مؤسسات مالية ولا مكاتب صرف ولا غيرها من الأشخاص المتعامين في هذا القطاع لا يستفيدون من هذه الامتيازات، وهذا إعمالا بمرسوم تنفيذي هو مرسوم 20/300 الذي أكد فيه من خلال الملحق الذي جاء في هذا المرسوم، أكد أن هذه الأنشطة لا تستفيد من امتيازات المنصوص عليها في مجال الاستثمار وفي قانون الاستثمار. النقطة الثانية، نشاط النقدي والمصرفي أيضا يدرج ضمن الأنشطة المقننة على حسب تسمية المشرع الذي يعتبرها من يعني أنشطة مقننة مع ما تحمله هذه التسمية من ملاحظات، باعتبار أن الولوج إلى هذا النشاط يستوجب الحصول على ترخيص ثم اعتماد، يعني هناك تدابير وإجراءات إدارية، فبالتالي ليس هناك من الأنشطة التي تفلت من أو لا يعمل في نطاقها مبدأ حرية التجارة والاستثمار والمقاولة المنصوص عليها في الدستور. هذه ميزة النشاط النقدي والمصرفي. فيما يتعلق كما قلنا فيما يتعلق بنظام الصرف، قلنا أن المشرع حاول الإصلاح من هذا المجال من خلال تأكيد على إنشاء مكاتب الصرف. أولاً تأسيس هذه المكاتب كما سبقني زملائي في هذا الموضوع يستوجب توفر شروط وإجراءات. باختصار كي لا أطيل، هي نفس الأفكار، هذه الشروط ورد ذكرها في النظام 23/01. شروط تتعلق بنشاط المستثمر محل الاستثمار، شروط تتعلق بمكتب الصرف حد ذاته، وشروط تتعلق بمسيري مكتب الصرف. فيما يتعلق بالنشاط المسموح فيه إنشاء مكاتب الصرف أو محل الاستثمار فيه شرطين. الشرط الأول، مكاتب الصرف مؤهلة بممارسة كونابل الصرف اليدوي، يعني استبدال عملة يدا بيد في نفس الوقت. أما ما يسمى بالصرف اللاحق فهو ليس مجالها، يعني استبدال عملة بعملة أجنبية في وقت لاحق، يعني نسلم العملة الأخرى أو كلتا العملتين في وقت لاحق، هذا ليس من اختصاصها. سنين أيضا فيما يتعلق بمجال الصرف نجد أن النظام حدد على سبيل الحصر العمليات التي تجريها هذه المكاتب، كما أشار إليه الزملاء، عملية بيع العملة الوطنية بعملات أجنبية لأشخاص طبيعيين، يعني أشخاص معنويين لا يمكن أن تتعامل مع مكاتب الصرف، وسواء كانوا مقيمين أو أجانب. بالنسبة للمقيمين محصورة أيضا في السفر، منحة السفر، العلاج، يعني محددة، مجال تصرف أو مجال تدخل هذه المكاتب محددة على سبيل الحصر. فيما يتعلق بشكل المكتب في حد ذاته، إذن يشترط أن يكون في شكل شركة تجارية مساهمة بسيطة ومسؤولية محدودة،
وكما أشار الأستاذ عثماني علامة استفهام حول التوسيع من نطاق أو منح الحرية في اتخاذ شكل شركة، حبذا لو اتبعنا نفس الأسلوب المعتمد في إنشاء البنوك مثلا، البنك ينشأ في شكل شركة مساهمة، ما كانش حرية في إنشاء، ولكن علامة استفهام حول توسيع من شكل فيما يتعلق نقطة توسيع من شكل مكتب صرف. اثنين، رأس المال، أيضا رأس المال المطلوب محدد أيضا هو رأس مال غير كافي كما قال الأستاذ عثماني بلال، نلقاو يعني في السوق السوداء ملاك لهم رؤوس أموال أكثر مما هو مطلوب من لإنشاء مكتب الصرف، فعلامة استفهام حول إمكانية امتصاص هذه المكاتب لمثل هذه التعاملات التي تتم في السوق السوداء. ثالثا، فيما يتعلق بالشروط الواجب توفرها في مسيري المكتب، نلقاو شرط مسيري المكتب المادة 86 من قانون النقد والقرض النقدي والمصرفي تشترط أن لا يكون أحد المسيرين أو المسؤولين عن مكتب الصرف قد حكم عليهم في جناية أو بعض الجرائم، خيانة الأمانة، النصب، السرقة، شيك بدون رصيد، فهناك شروط تتعلق بالمسيرين. إذا استكملت هذه الشروط من هذا الوقت يمكن تقديم طلب الحصول على ترخيص أمام سلطة إدارية مستقلة مثل في المجلس النقدي والصرفي. هذا الترخيص له إجراءات، له ملف يجب احترام الملف وتقديمه أمام المجلس والذي يفصل فيه إما بالقبول أو الرفض، والنقص فيها الغموض في هذه النقطة ولا الثغرة في هذه النقطة عدم تحديد آجال الفصل في طلب الترخيص، ما كانش مدة، مجلس النقد والقرض غير مقيد، ففي حالة رفض طلب الترخيص يمكن الطعن ضد قرار الرفض في غضون 60 يوم أمام النقطة الجديدة وهي الطعن أمام المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر العاصمة. هذه النقطة جديدة جاءت في إطار قانون النقد والقرض استجابة لما تم النص أو للتعديلات التي استحدثت على مستوى قانون الإجراءات المدنية والإدارية. بعد الترخيص، الترخيص يكون لإنشاء المكتب، شروع في ممارسة النشاط يستوجب إجراء إداري آخر ويتمثل في الاعتماد الذي يدخل ضمن اختصاص محافظ بنك الجزائر، بحيث يجب أيضا أن يتقدم أصحاب مكتب الصرف بطلب من أجل الحصول على الاعتماد. والغموض في هذه النقطة أيضا أن المشرع أو لن النص القانوني ولا النظام لم يحدد المدة التي يفصل فيها محافظ بنك الجزائر في ميعاد الفصل في طلب الاعتماد، علامة استفهام لم يشر، ولا في الملف المطلوب فيما يتعلق بطلب الاعتماد. يعني كلها ثغرات كان من المفروض، يعني لو كان هناك إرادة حقيقية في تفعيل هذه المكاتب لما كانت مثل هذه النقائص. فبالتالي بعد ذلك هذا المحافظ يمكن أن يمنح قبولا بمنح الاعتماد أو يرفض منح الاعتماد، علامة استفهام أيضا في إمكانية الطعن فيما يتعلق بقرار رفض منح الاعتماد. ولكن هنا يمكن أن نسد هذه الثغرة بالقواعد العامة على اعتبار أن الدستور ينص على أن كل القرارات الإدارية قابلة للطعن فيها، يعني لا تتمتع بحصانة قضائية، ممسي النظام لم ينص ولا النص القانون لم يقضي بالطعن الإداري الطعن القضائي، فنعمل القواعد العامة. عندنا أيضا الآثار، وعندنا آثار تتعلق بعدم احترام حدود عدم احترام الاعتماد الممنوح. سجلت آثارين، مجموعة من الآثار. أولا، إمكانية في حالة النقطة الأولى وهي إمكانية تدخل مجلس النقد والقرض بسحب الاعتماد، سحب الاعتماد سواء بطلب أصحاب مكتب ترخيص أو في حالة أو بي 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 من تلقاء نفسه، يعني من تلقاء نفس مجلس النقد والقرض، وذلك بثلاث حالات، حالتين وثلاث حالات، يعني إذا لم يتم مثلا لم يتم استغلاله خلال 12 شهر أو توقف عن ممارسة النشاط لمدة 6 أشهر. وعندنا أيضا اللجنة المصرفية عندها دخل أيضا في هذه فيما يتعلق في مكاتب الصرف، على اعتبار أنها اللجنة التي تقمع كل مخالفة لأحكام تشريعية وتنظيمية، فبالتالي مكاتب الصرف هذه في حالة الإخلال بالأحكام السارية المفعول سوف تتلقى عقوبات متنوعة تتراوح بين الإنذار، توبيخ، أخطرها هي سحب الاعتماد. الشيء الملاحظ أن هناك عقوبة سحب الاعتماد أو فكرة سحب الاعتماد، ما نسميهاش عقوبة، سحب الاعتماد
قادر ينطق بها مجلس النقد والقرض كما قدر تصدر عن اللجنة المصرفية. قادر يقول واحد أن هناك تداخل اختصاص ولا، لكن في حقيقة الأمر اختلاف تام بين سحب الاعتماد من مجلس النقد والمصرفي، عبارة عن تدبير يمكن إدراجه ضمن سكونابيل الضبط الإداري أو الضبط البوليسي، عبارة عن إجراء بوليسي هدفه هو مدى احترام الشروط من عدمه، يعني ممارسة مكاتب. بار كونتر سحب الاعتماد الذي يصدر عن اللجنة المصرفية هي عقوبة عن الإخلال بأحكام سارية الفروض، فهذا هو الفرق. ففي الأخير ما يمكن القول أنه سيفري هي فكرة إنشاء مكاتب الصرف يمكن اعتباره خطوة إيجابية، ولكن في حقيقة الأمر هناك العديد من النقائص التي تؤكد أن هذه المكاتب ما هي إلا تزيين للخارج أو فكرة استهلاكية فقط، لأن هناك العديد من النقائص والثغرات التي تجعل من النصوص المنشئة لهذه المكاتب لا تفعل وتبقى مجرد حبة على الورق كما كانت من قبل. يجب بالتالي إذا كان هناك رغبة سياسية لابد من إعادة النظر في هذه النصوص المتعلقة بمكاتب الصرف. شكرا، وأرجع لك وأحيل لك الكلمة سيدة الرئيس. شكرا للدكتورة مخلوف على هذه المداخلة القيمة واحترامها طبعا للوقت الممنوح لها وتعرضها لأهم النقاط ربما التي لم تدرج ضمن المداخلات السابقة. إذن قبل أن أشر